كتير جربنا نعمل الكفته مع الرز، تعالوا النهارده نقدم الكفته مع المكرونه وكلها في حله واحده. في بوله هنحط لحمه مفرومه وعليهم البصل، بقسماط ناعم، ثوم مفروم، بقدونس، ملح، فلفل، جوز الطيب، واخيرا البيضه. هنقلب كل ده، هنجيب شبكه ونحط عليها كرات اللحم وندهنها بالزيت. خلصنا الكفته عند حله الفرن دلوقتي على درجه حراره 200 لمده ساعه ساعه الا ربع تقريبا لحد ما تستوي. في طاسه على النار هنحط شويه زيت، عليهم ثوم مفروم، عصير طماطم بيوريه، ورق ريحان، ونتبلهم بشويه ملح، فلفل اسود، ونقلب كل ده، واخيرا نضيف المكرونه. هنضيف الكفته بعد ما استوت ونقلبها. طبقنا خلاص جاهز نقدر نقدمه. غيرنا في طريقة تقديمنا طبق المكرونة وعلينا قيمته الغذائية بإضافة كرات اللحم دي. جربوها وإن شاء الله هيعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.